قطر ڈرگ انفورسمنٹ قطر میں متعدد منشیات فروشوں کو گرفتار کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. للعلم من برزان ثلاثة إلى برزان واحد تم رصد شخص من الجنسية الآسيوية يقوم بوضع المواد المخدرة في منطقة الصناعية استلام. واحد منهم يتلفت والثاني طالع في التلفون استلم. صحيح بترجع وتأكد من المكان. العلم تم التأكد من المواد تبين بأنها مادة ساكنة، العلم تكون مخدر حشيش. يتم مداهمة الأشخاص يجيبون نفس الموقع. استلم. عمليات واحد، عملية مداهمة. تم العثور على مواد مخدر، تم العثور على مواد مخدر للشو وتقريبا كيلو مخدر حشيش وايضا ذلك.